كاين اللي بغى يقاطع يقاطع، اللي ما بغاش يقاطع مرحبا به. حنا كنكونسوميو هذا الفن هذا، كنستهلكوه وكنستمتعوا به، وفنانة ديال لطيفة رأفت من أجمل الفنانين اللي كيحضروا هنايا. من المتوقع أنه يكون جمهور كبير لأن كاين فنانة كبار بحال لطيفة رأفت. ما كاين مقاطعة ما كاين والو، الحمد لله الأمور بخير. أنا جيت ولدي جيت تفرجوا الحمد لله. انا مع الممثل الشعبي ديديكاس القريه ساله، ديديكاس مع الشعبي ديال سيدي موسى القريه. هذه الفكره ديال مقاطعه المهرجان ما عندها حتى معنى اصلا. علاش؟ لان المهرجان دايره الدوله، دايره الدوله للمواطن باش ماشي يفوج باش يخرج وسط الحيط اللي عنده. المقاطعه ما عندها حتى معنى اصلا. فمشي اصلا غنسي الدراري قالوا لي يا فهمتي سي باسي دوارت شرقيت راسي هنايا. فهمتي كله راي كله فهمتي كله حر بالاحرى. يعني الانسان اللي بغى يقاطع يقاطع شي حاجه اللي كتضره هو شخصيا، يعني ماديا ولا معنويا ولا هكذا. اما هذا مهرجان وكيشهر البلاد وجايين جايين فنانه من العالم العربي من العيار الثقيل، يعني علاش غنقاطعوا؟ نهائيا الموازين كنشكروا سيدنا اللي كيحط لنا الموازين كنفوجوا فيه. وبالنسبه للمقاطعه، بالنسبه للمقاطعه كل واحد حر في الاختيار ديالو، اللي بغى يجي مرحبا به، اللي ما بغاش يجي كل واحد الاختيار ديالو. اغنيه غنيه عن التعريف ما يحتاجش نجي ندوي عليها، وتبارك الله عليها الغنى ديالها. توقع لان فاش كيحضروا فنانة كبار بحال لطيفة رأفت، فاش كيحضروا فنانة بحال لطيفة رأفت، يعني من المتوقع انه يكون جمهور كبير. وجينا نعاود لطيفة رأفت باش تفرجوا بها، كتعجبنا الاغنيات ديالها والاغاني ديالها كاملين، لا خويي لا كل شيء. بالنسبة لطيفة رأفت انا شخصيا جاي باش نتفرج لطيفة رأفت، لان كنعتبرها سفيرة ديال الاغنية المغربية. السيدة اللي بقات دائما محتفظة على واحد الستيل خاص ديال الاغنية المغربية، كنحترمها وكنتمنى لها التوفيق في المسيرة الفنية ديالها.